Hello everyone and welcome back to our channel. اهلا بيكم فيديو جديد وتحدي جديد لذوي الارادة. قد ايه التعاون شيء جميل. زي ما احنا شايفين كده الزوجة عندها اعاقة في الساقين وهي في فترة الحمل وقد ايه هي تعبانة وبتعاني، وجوزها بيساعدها في البيت وبيقدم لها الاكل. لازم التعاون بين شريكين الحياة عشان الحياة مشاركة، خصوصا ان الزوجة عندها اعاقة في كلا الساقين، فدي مبادرة جميلة من الزوج انه متعاون معيها. والحياة دايما لازم تكون كده مشاركة بين اشخاص، ما ينفعش حد يتحمل المسؤولية لوحده. وأشوفكم في فيديو جديد.